بالاستوديو. صباح الخير جوال. يا صباح النور. صوت هيك يعني اطعم من الاستوديو. يسعد صباحك يا صباح النور. وما ناسيك احنا يعني، حتى دايما ما تجي احنا ولا ناسيك. على عيني. شو هالاسود اليوم من لبس السواد يعني نادرا من فوق لجوه يعني. الرجل الاسود الرجل الغامض ما ضل الوان، عبينا الوان من تحت اخر شيء فضت الوان. هلا على تغيير الجو هذا ولا المزاج وش المتوفر؟ الاهم من ذلك يعني شوف عندك متوفر انه ماكو جاهز. انت يعني لاحظ عن جد شو بدي البسك اليوم يا زلمه؟ والله شغله مصيبه. الله يساعدنا. نيال العصور القديمه والاتين شجر يمشي الحال وخلص يعني ما عاد. لا هو سيد الالوان الاسود، بس اول مره انت يعني انا من زمان كنت بتحب السوداوي يعني من فوق من زمان الحل. يعني حتى ما تميزت هاي عن بعضها لانه كله اسود اسود، مع انه انت ابو الالوان المفروض يعني. بس الاسود حلو حلو، اسود حلو بعدين بطلع ابيض شوي قدامه يعني بالنسبه لازم يفتح وجهي شوي عليها يعني ومتماسك يعني دائما. على السلامه نقول لك جميعا انا وياك كنا شركاء شركاء جاري الحمد لله على السلامه والله يساعد الناس اللي تضررت يعني مصايب الله محلاها يا محلى مصايب الله يعني بلحظه اللي الحمد لله طبعا بلحظه بس بها فوائد انا اشوفها يعني اذا بدك الفوائد كالتالي يعني انه الواحد على الاقل يعرف قديش نحن ضعيفين امام قدره الخالق، نحن صغار لساتنا لسه فينا نعاقب بعضنا ونكره بعضنا وانه الحياه او الدنيا والكل اللي احنا دا نسعى له من يعني امور ممكن بدقيقه بلحظه دقيقه يروح يعني دقيقة ما يسوى ما يستاهل اقل من لحظه هي 30 40 ثانيه تمام يعني. وشوف انه مثلا يعني بهيك مصايب قلت لك هاي مصايب ما محلاها لانه هي من الله الحمد لله. مصايب بتوجع القلب وكذا الى اخره، في ناس تروح ضحايا بس مو مثل لما بتلاقي الناس تروح ضحايا لتفجيرات فعل البشر طبعا إيه على الاقل قلت لك يعني انه الشغله الوحيده انه مش نعرف انه قديش نحن ضعفاء، نحن ناس وجودنا كثير شيء يعني لا يعني ما بسوى شيء بهالدنيا، مع ذلك فينا نحشد جيوش ضد بعضنا وفينا نكره بعضنا وفينا يعني على فكره انا اتخيل يعني انه بهيك لحظات يفترض يعني روح الحقد وروح الغل، يعني ممكن انت تشوف شخص انت زعلان منه او حاقد عليه بس يعني تنسى اكو شيء مشترك بيناتكم، تردون اثنينكم يعني تحافظون على حياتكم، اثنينكم يجمعكم مكان واحد حتى يعني تقدرون مثلا تقولون تنقذون نفسكم، فش قد اكو يعني احقاد وش قد اكو بالدنيا كره وش قد اكو بالدنيا ظلم امام هيك سوالف يفترض انه تعتبرها رساله من رسائل الخالق ونعيد حساباتنا شويه. وكمان اسيل هي على صفحة على قولتكم هاي من جهة، من جهة تانية شفت انه كثير على الفيسبوك كلهم صاروا محللين جيولوجيين. ايه قلناها قبل شوية. طيب يعني لازم يكون دائما في يعني بهيك قصص لمين نرجع؟ لأصحاب الاختصاص. تمام وين هم يعني وين هم هذول؟ ما موجودين يعني مو لازم يكون في مثلا تليفون، لازم يكون في هاتف، لازم يكون في شيء بيان على قناة موثوق خلينا نقول يعني بكلامها ومن أصحاب الشأن يعني أحد مختص بالأرصاد الجوية والعراقيين يعرفوه عندهم ثقتهم به، يطلع يبث بيان يقول يا جماعة يكون مسؤول عنه الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، هو مسؤول عن كل كلام ترى ما طلع يعني خلص الزلزال وخلصت الارتداديات لا بعدين انتظر والناس يعني لحد الآن احنا ما طلع عندنا مسؤول يعني نوثق به أو نعرفه أو حتى شخص لا يطلع يجوز هسه طالعني وين أعرفه شلون؟ يعني إذا طلع أنا ما أعرفه قبل يجوز هسه دا يطلع يريد يشتهر ويلملى خلينا نقول مشاهدات ويطلع يقول لك أنا الشخص الفلاني. حتى موضوع الرصد الزلزالي المسؤولين عن الرصد الزلزالي بالعراق هنا عندنا ما صار لهم دور بهذا الموضوع يعني أنتوا أعتقد يعني شغلكم هو هسه قبل الزلزال المفروض وأثناء الزلزال وبعد الزلزال، يعني شو وقت راح يشتغلون لعندهم أصحاب ذول المسؤولين على الرصد الزلزالي، الموظفين المدراء على هذا الموضوع، المسؤولين اصحاب الخبره، يعني خو ما اي واحد يجي هسه انا اروح اقعد اصير اني بمنصب بموضوع الرصد الزلزالي او اشتغل هناك، انت مو عندك شهاده، مو عندك خبره، انت مو هذا يعني اختصاصك، زين شو ما شفناكم ما سمعناكم صراحه. بالقادم ان شاء الله احتمال بعد هذه الهزه ينهزون على البركان الجاي. لا وعلى فكره يعني انا اللي سمعته واللي فهمته انه احنا عندنا اكثر من مكان للرصد الزلزالي بالعراق،
يعني بدول متقدمه عندهم واحد او اثنين. ايه؟ انا افتهمت انه عندنا واحد يمكن بالموصل تنفيعه بالبصره وبغداد. تعرف شو تنفيعه؟ فوينهم؟ والله تعرف شو تنفيعه؟ 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 ايه؟ لا يعني انه يلا اعطي وظيفه هنيك يعني خلي رز دجاج تلاقي نعم كرسي وطاوله فارغه يعني لو وظيفتك خدميه لو مشترينا كم كلب كم دجاج يرصدون هالقصص احسن لنا يعني سبحان الله ان الحيوانات تتنبا قبل دقائق طبعا مو لحظات بس واحد يعني كافي انه واحد على الاقل يقطع مسافه يوصل للامان يعني جواب عاشق يعني عايشين بالغابه حتى هو وظيفته ما تتنبهني نجيب ماوكلي هذا شخص يعني هو وظيفته خدميه يخدم الناس انت شغلتك انه تخدم الناس وما تخدمهم 24 ساعه ولا كل يوم بالسنة ولا يعني أنت شغلتك إنه تخدمنا بهذا الوقت. مو بس. لأنه إحنا بحاجتك يعني. يعني إحنا أوكي يعني لا يعلم الغيب غير الله. أكيد. تمام. قلنا قبل شوية إنه أرقى الدول ما تقدر تسيطر على الموضوع. زين. شي صار بس أنا أقصد اللي بعدها بعدها هاي حالات يعني ساعات الترقب اللي عشناها عالم ظلت. اللي حيصير حصير تدادية حصير. عالم. أنا والله الوحدة ونص ثنتين وبعدين يعني. والله إحنا كنا ثلاثة أربعة. دخلت البيت. أنا مطفيت دغري يعني يمكن من دوخة وكذا يعني بصراحة واحد بيخاف أنا. إيه طبعًا. مترعبة أنت. موضوع مو شقة وما بي واحد يعني. طبعًا أيه. شجاعة ومعروف من هالسوالف يعني. ماشي خلينا نكون يعني حاشيكم صحيح ما يعرف الغيب إلا رب العالمين وبالدول المتقدمة الأكثر من أدنى. بس بعدها أنا أقول. مو بعدها مو على ارتدادية همين زي ماكو إجراءات سلامة. ما يطلع شخص مختص يقول يابا ترى في حال صارت ارتدادية ديروا بالكم اكو فلان شيء لازم تسووا فلان شيء ما تسووا توقفون بالمكان الفلاني انا اعرف بس ما اريد افتي لانه همي مو شغلتي ناس اكو والله قسم من الناس يعني اللي شوية واعية على الفيسبوك قسم سووا سيرش عن الموضوع هاي مال السلامة وهالسوالف وخلوها انه مثلا هيك لازم تتصرف وهيك لازم تتصرف ومن هالامور والقسم الاغلب كان دا يصعد الموقف ويخوف العالم ويزرع الرعب والخوف بداخلهم يعني الرسمة متعلقة الى حد ما بهالقصة هيك بدي اسمع عن هي رسمة من انواع الرسمات اللي بتلعب على الفهم المزدوج للكلمة الواحدة زين وهي كتير بتستخدم بالكاريكاتير انه يكون في معنى ظاهري وفي معنى مبطن للرسمه زين بشكل او باخر هي مرتبطه بالكلمة مطاطه اي مطاطه يعني بكلمه ممكن تنفهم الا وجهين ومصطلح تنفهم بطريقتين اي تمام يعني فبدي ارسم عن يعني عن موضوع معين هو بشكل او باخر مرتبط ب بحدث اللي صار امبارح يعني طالما في مركز للارصاد يمكن هي نفسها يعني رصد الزلزال تمام يعني وفي ارصاد جويه وفي يعني أكيد. كل هالدول عندها أي. لما بهيك لحظات يطلع في في يطلع في فراغ ناس ضل طايش بالناس ضل طايش بالشارع ما بتعرف شو تعمل معناته في انه يعني في نقص وفي حدا مقصر مو مكانه يعني في حدا مو قصر تمام اي وبشغله مرتبطه بموت وحياه وب يعني اكو شيء اسمه ما حاسبين حسابه احنا طبعا يعني الامور انا خاليه بحساباتنا تمام اي فهي واحدة من هالشغلات هي يعني انه طالما في موظفين ناس يعني مفروض علماء وناس اصلا غالب الناس اللي بيشتغلوا على اغلب الناس بتشتغل على القصه هي هن ناس بيعرف شو اهميته مثل رجال الاطفاء يعني تلاقي في مركز اطفاء احتمال بعشر سنين ما يصير ولا حريقة يعني قاعدين بس هم يكونون ستاند باي يكونون منتظرين يصير حريق منتظرين يصير زلزال هن مستنفرين لأنه لجان دفاع مدني وهالقصص هي يعني هن موجودين إنه بيعرفوا إنه لا سمح الله إمتى ما صار لازم يكون موجود لازم يكون يعني ماكو أحد غيرك راح يسوي هذا الموضوع ما حد راح يطفي الحريق غيرك أنت صح رجل الإطفاء انت المسؤول عنه تمام ايه تريح الناس بلغ الناس تفهم الناس عن موضوع تمام الزلزال. يعني يعني ارصاد جويه تبع العواصف والقصص الدفاع المدني الاطفائيه يعني شوف كمان شغلات هيك حتى الاسعاف تمام هذول دائما متوفرين حتى لو ما كان في شيء يعني انت بتشوف بكل مبنى بيحاولوا يكون في يعني اجراءات السلامه امان في اماكن تبع الحريق يفترض يعني اماكن تمام هاي القصه ما تصير ابدا ما تحتاج بس وين لما تحتاج لازم يكون موجود هاي القصة هاي فخليني ارسم هالرسمة اوكي وان شاء الله نشوف يعني قلت لكم نرجع لها في صلة توصل بين حديثنا ولكن هي من الرسمات اللي بتلعب على الكلام ماشي احنا منتظرك اي رسمتك يا جواد اليوم مو اخبار فن يعني حتى لو اخبار فن عم جيب بكير اي حتى تخلص
انا على سيره الزواج والطلاق ولبست وسوت وصرفت بس مو عندنا جوارينا عنده كلب كلب صوته على كيفك يعني كلب رجالي على كيفك كلب كلب يعني و فمو الحيوان بتحس ب يعني بالزلازل فانا نمت وبالي بالموضوع تمام طلع صعب اغمى علي بس يعني نمت بس على صوت الكلب الكلب عم يعوي حياته القادم عم يمارس حياته الطبيعية عم يعوي ما تشوفي كيف صحينا فتعودت اصحى بكي صار لي يومين هذه فوائد وجود الحيوان بالبيوت فوائد اللي انا ما اسمع اخبار الفن بس احنا يعني طماعين انه نشوفك بسرعه نشوف انت لا مستمتع خليك ننتقل فينا نشوف الرسمي نرجع محليا يعني يلا اذا قلت لكم موضوعنا اليوم وش مسكروا عندكم تفاصيل واسود وابيض طول حياتي ادعم النزهه نزهه الدعم يعني بمفهوم يعني بمفهوم الشعب العراقي هو او باللهجة العراقية هو يعني لما حدا يعمل حادث او يدعس حدا يدعم سيارة يعني دعم سيارة بينما الدعم بشكل عام هو فلان المساندة والدعم وال يعني لما بقول لك مثلا فلان حكومة او فلان دولة تدعم موضوع معين معناته عم تساندها احنا عندنا الدعم غير الدعم يعني حوادث تمام اي اصطدام فاللي عم نشوفه في حدا مسؤول وطالع دبابه تمام اي والدبابه ما مو مدفع هو شفاط يعني كانه اي شيء يسحب تمام قديش واصل له يعني اذا بدي اسمي هاي الكتله هي الفساد يعني الفساد كلياته اي يعني بتعرفي شو رموزها العصبه فساد. ابدا نحن عم نحكي عن كندا. ايه احنا نحكي على غير. فشلون انه هو قاعد عم يعلن انه هو طول حياته ضد هو طول حياته مع يدعم النزاهة لو بنشوفها. ايه هون يعني بس راح نفوت انت حياتنا مصورنا اكيد امين مصورنا الجديد. صباح الخير عليك يا امين. ايه فنحن عم نشوف انه كيف الزلمه عم يعلن انه طول حياته يدعم النزاهة. بينما حقيقة هو عم يدعمها يعني عم يدعسها تمام هو فاهم هيك هو فاهم الدعم وهي اللي راح تحت الدواليب هي نزاهة مفعسة يعني وزلمة عاد عم يشفط مصاري تعريف النزاهة ما هي النزاهة؟ النزاهة عكس الفساد وانه هي شيء نادر كل شيء ما عم نشوفه شيء بدا نشوفه ما نعرف تعريفه بدا نلتقي فيه حتى نتعرف عليه تعريفه النزاهة هو جزء منه المسؤولين عن ارصاد الزلازل هيك يكون بمكان مسؤول هاي واحده من الاستاذ يكون عم يدرس عن جد بقلب ورب سائق التاكسي يقوم شغله صح عامة النزاهة خلينا نقول هي يعني صديقة الضمير لا شك هي صوت الضمير ملازمة لبعض فهو لبعض. جزء من يعني من مشاكلنا يعني بشكل المنطق. عام ايش تعرف على النزاهة والله شوف درسي من ورانا تذكر من ورانا تذكر من ورانا تسلم ايدك يا جواد وحلو انه يكون اكل الكلمه وجهين حلو يعني انه كل واحد يبرر مفهومه على الوجه اللي هو شايفه صحيح شوف هاي وحده من يعني خلينا نقول من انواع الاتقان البلاغه اي البلاغه اذا شيء مرتبط بالفساد والسرقه بلاغين يعني البلاغة بالغة مستوى عالي أكيد أي وكثير أكثر من يعني أنت يمكن ضربت مثل عن لك واحد جزء أي تمام أي كثير أكو كلمات يعني إحنا صح. ننتظر منهم شيء هما الظاهر فاهمها غير شيء هما لا يدعمونا بس يفلشونا بس يدعمونا أي دعم قولش قوية هاي مثل كلمة مبسوط طبعا مبسوط أتذكر قبل من رحنا يعني للأردن كنا جديد يعني فابن اخويا صغير 8 سنوات هيجي عمره فطالع هيجي برا يعني واقف هيجي على الباب فات جارنا اردني رجال كبير انت مبسوط اي قال له شو كيفك مبسوط كان يعصب كان يقول له لا انا عاقل ما حد بسطني البسط احنا عندنا يعني هو الضرب مبسوط يعني مضروب صحيح فتخيل يعني بقى منين جاء انباصلك عاوز نازل فيك من كثرة الضرب صار مو انباصلت اكيد شكرا جواد يعني جواد مبدع كالعادة دائما تكون رسمتك حلوة ولها معنى يعني
وجودك يعني اذا استغنى عنه لا عبالك يعني. شكرا يا عبد الله، شكرا يا سيدي، يعطيكم العافيه.